السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الطلاب، كيف أصبحتم اليوم؟ الحمد لله. اليوم بإذن الله سنبحر معا في عالم الفنون، وعنوان درسنا لهذا اليوم هو يوم ممطر. ما رأيكم؟ هل أنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا. والآن أعزائي الطلاب، هذه هي المعايير والمؤشرات من مادة الفنون البصرية التي سنستخدمها في درسنا لهذا اليوم. أما عن أهداف درسنا لهذا اليوم فهي كالتالي: الهدف المعرفي، أن يعرف الطالب مفهوم الاتزان بشكل صحيح. الهدف الوجداني، أن يتذوق الطالب جماليات الاتزان في الأعمال الفنية المعروضة عليه بشكل جيد. الهدف المهاري، أولاً أن يرسم الطالب موضوع تعبيري يوم ممطر بالتأكيد على الاتزان. ثانياً أن يلون الطالب الموضوع مؤكداً على أساسيات التلوين الجيد. انظر معي، هذا نموذج بسيط لما سنقوم برسمه اليوم. هل أعجبك النموذج؟ أنا متأكدة بأنك تستطيع أن ترسم أجمل من ذلك. أتريد أن تعرف كيف؟ حسناً، فلنكمل الرحلة سوياً. سنتعرف اليوم معاً على مفهوم جديد في عالم الفنون، فما هو؟ وهو مفهوم الاتزان. يا ترى ماذا نقصد بمفهوم الاتزان؟ لاحظ معي عزيزي الطالب هاتان اللوحتان، ما الفرق بينهما يا ترى؟ كيف ظهرت العناصر فيها وكيف توزعت؟ أحسنت، بارك الله فيك. في اللوحة الأولى لاحظنا أن العناصر ظهرت في جهة واحدة، أما اللوحة الثانية فقد توزعت العناصر بطريقة أجمل. إذن أحبائي، مما لاحظناه في اللوحات السابقة نستنتج مفهوم الاتزان، هو استقرار العمل الفني نتيجة تعادل عناصره، بمعنى أننا نوزع العناصر التي نقوم برسمها في اللوحة فلا نقوم برسمها في جهة واحدة ونجعل الجهة الأخرى فارغة من العناصر. عزيزي الطالب، تخيل معي لو أننا أبحرنا معا في سفينة كبيرة وجميلة، ولكننا قمنا بالجلوس جميعا في جهة واحدة، فهذه السفينة ماذا سيحدث لها يا ترى؟ هيا معي خمن. أحسنت، إجابة رائعة، أنت مبدع عزيزي. والآن عزيزي الطالب، هل تستطيع أن تجيب على هذا السؤال؟ أنا متأكدة من أنك تستطيع فعل ذلك، هيا حاول واقرأ السؤال معي. اقرأ الجملة التالية ثم ضع علامة صح أو علامة خطأ. أولاً، الاتزان هو استقرار العمل الفني نتيجة عدم تعادل عناصره. فكر هيا وحاول، هل هذه الجملة صحيحة أم خاطئة؟ لنكشف عن الإجابة معا ونعرف ما هي. أحسنت، إجابة رائعة،
والآن عزيزي الطالب، هيا تأمل معي اللوحتان التاليتان ولاحظ عزيزي كيف ظهر الاتزان فيها. وهل أصبحت اللوحات أكثر جمالاً عندما ظهر فيها الاتزان؟ أحسنت! في اللوحة الأولى تم توزيع الأشخاص بطريقة متعادلة ومتوازنة كما لاحظناه معاً، وفي اللوحة الثانية ظهر الاتزان في توزيع الأشخاص أيضاً بطريقة متوازنة في أرجاء اللوحة، مما جعل بالتأكيد اللوحات تبدو أكثر جمالاً. حان الوقت عزيزي لنجرب معاً. ما رأيك أن تجرب أن ترسم في كراسة التجارب التشكيلية بعض العناصر مع توضيح الاتزان فيها؟ هل أنت مستعد؟ إذن قم بإيقاف المقطع وابدأ بالرسم. هل أنهيت الرسم؟ يا لك من طالب رائع! هيا لنكمل ما تبقى من رحلتنا الجميلة. هل لي أن أطلب منك أن تركز معي الآن جيداً؟ سأبدأ برسم موضوع درسنا لهذا اليوم. يوم ممطر، ولكن عليك متابعة الخطوات التي سأقوم بها عندما أبدأ بالرسم. هل أنت مستعد؟ هيا بنا! والآن قد قمت برسم خط الأفق ورسم الجبال عليه، وبدأت برسم الأشجار. والآن أقوم برسم السماء في أعلى الصفحة، ثم أنتقل إلى الأشخاص لأقوم بتوزيعهم في اللوحة باتزان. أقوم برسم المظلات لأنه يوم ممطر. نستمر معاً برسم الأشخاص، ولا ننسى تحقيق مفهوم الاتزان في لوحتنا. نلاحظ عزيزي الطالب أنه كلما زادت المسافة داخل اللوحة يبدو الأشخاص أصغر حجماً، وذلك لتحقيق الاتزان في لوحتنا، فالأشخاص البعيدين يبدو كأنهم أصغر حجماً من الأشخاص القريبين. والآن عزيزي الطالب، بعد أن أنهينا الرسم بقلم الرصاص، يجب أن نقوم بتلوين اللوحة حتى تصبح أكثر جمالاً ووضوحاً. فقد تعلمنا معاً في الدرس السابق عن أساسيات التلوين الجيد، وسنؤكد عليها في هذا الدرس أيضاً. هيا أقرأ معي. أولاً، اختيار اللون المناسب. ثانياً، التلوين في اتجاه واحد. ثالثاً، عدم ترك فراغات بيضاء. رابعاً، التلوين داخل حدود الشكل. أحسنت عزيزي، أنت قارئ جيد. الآن عزيزي الطالب، هيا لاحظ معي كيف سأطبق أساسيات التلوين الجيد في لوحة اليوم. ما رأيك؟ هل أصبحت أجمل؟ نقوم بالتلوين باتجاه واحد، فلا نترك فراغات بيضاء داخل اللوحة. ثم نختار اللون البنفسجي ونبدأ بالتلوين به.
نعود إلى الألوان الحارة ولكن باستخدام اللون الأحمر نكمل تلوين المظلات. نلون باتجاه واحد ولا نترك فراغات بيضاء. والآن نلون باستخدام اللون الأصفر المظلة الثالثة، مراعين استخدام الألوان بشكل صحيح والأساسيات بشكل صحيح. نستمر بالتلوين. والآن نبدأ بتلوين السماء باللون الأزرق. يا له من لون جميل! نلون في نفس الاتجاه، والجبال نلونها أيضا باللون الأخضر وهو لون العشب. والآن نضفي لوناً جميلاً على الغيوم. ولا ننسى عزيزي الطالب تلوين أرضية اللوحة. ما رأيك؟ هل أصبحت اللوحة أجمل؟ نعم، أحسنت، فالتلوين الجيد يجعل اللوحة تبدو أجمل. والآن نركز على قطرات المطر وهي تتساقط في لوحتنا، فيظهر اليوم الممطر بجماله. فلنستعرض مجموعة من نماذج أعمال الطلاب. ما رأيك في هذه اللوحات؟ إنها من أعمال الطلاب. لاحظ جمال العناصر والاتزان فيها وجمال التلوين. وهنا أيضاً يظهر اليوم الممطر في هذا النموذج. لاحظ جماليات التلوين في هذه اللوحة. والآن عزيزي الطالب، لقد وصلنا إلى نهاية رحلتنا في عالم الفنون، ولكن في نهاية الرحلة عليك أن ترسم موضوع يوم ممطر موضحاً الاتزان، ثم تقوم بتلوينه بالألوان المناسبة. وأخيراً قم برفعه على برنامج التيمز حتى أرى إبداعات أناملك. أعزائي الطلاب، أنا في انتظار تفاعلكم واستفساراتكم عن درس اليوم، فهيا شاركوني لأستمتع بها. إلى اللقاء، وأراكم قريبا في رحلة جديدة في عالم الفنون الجميلة. إلى اللقاء.